اسمك آية وانت انا اسمي ندى وانت انا اسمي سارة سارة صح برك انا مزقة اروحي انت وانت كسموك مرجان سارة آية وانت كيفاش قلتي لي ندى هي سارة نبدو بسارة سارة ياك آية تقري في المدرسة تاع سونتكيت في الجزائر تقري العربية هي. في اي مستوى انت راك هم يغني فهمي يا غاني رانا بدينا غاية بديناها بالفرنساوية فهمي يا غاني مش تقروا العربية ولا الفرنساوية انتم الفرنسا تقروا الفرنساوية الحربية تقروا الحربية صح قولي لي حاجة قريتيها في اللغة العربية كي عقل عليها اي حاجة لغنى لغنى اي صحة وتعرفي تغنيها اي غنيها نجم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واو شكرا آية وانت ندى هي ندى تقري في المدرسة تاع المركز الثقافي في أي مستوى مستوى لا مستوى الأول هي صح قولي لنا حاجة تعلمتيها في المستوى الأول أي حاجة قريتي الحروف؟ ما قريتيش قرينا الآليف حق على أنت يا صاحي أنت حضرتي لا خلينا هذا تهضر بينا الحروف بينا غير حرف واحد تعلمتي با أيوة تا صح وش حفظتي ما حفظتيش حاجة هكا ولا صور صورة تاع فاتحة صورة الفاتحة هي قولي لها شو الأخر كي حفظتها تشن انت يا سكي علينا قلنا ليس بارلي هيا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق العهد شكرا ندى شكرا وانت كيفاش حقا قلتي لي سموك سارة شنو عندك من عام شنو عندك من عام سيزون عندك 6 سنين وفي اي مستوى تقري العربيه مستوى سنة الاول السنه الاولى كنت تهضري غير العربيه بينا ساره غير حرف واحد
من اللي تعلمتي؟ أليف ب ب ج ح ق. حافظة أغنية؟ حافظة؟ هي حافظة لنا شو الأغنية؟ تاع ألف ب ب ب ج ح خ د د ر ز ش ش ش د د. أيوة حلوة جوا. برافو جيد جيد. وانت كيفاش قلتي يسموك؟ تقولي مرجان. ها؟ مرجان. مرجان تقري العربية ثاني؟ لا ما تقريش، بصح تهضري غير العربية. تفهميني شنو نقول لك؟ مرجان انت كي تكبري هكا وتولي مرأة، شنو كي باغي تولي؟ واش حبيتي؟ قولي قولي. واش حبيتي تولي؟ بغيت تخرجي تخرجي بغيت تخرجي مرا تاع دار وصاي ها طيب وكلش. شكرا مرجان. اروح انت اروح. جواد جدا. كيفاش سموه؟ جواد. جواد جواد. واش عندك من عام؟ راك عاد تحسب؟ ها؟ راك تحسب؟ شحال؟ العربية وصل ما حسبتش؟ ها؟ شحال؟ وين وصلت؟ سبعة. سبع سنين. تقرا العربية في المدرسة؟ في أي مستوى؟ ها؟ في أي مستوى؟ المستوى الأول، الثاني؟ ها، الثاني. قلنا حاجة تعلمتها من المستوى الثاني. تعلم صورات. أيوة، شو تعلم؟ وتعلم حروف. أيوة. وثاني تعلمت لغة. شو تعلمت؟ لا لا. اللغة. ما تعلمتش غنية هكا ولا حافظها؟ لا. صح صورة ولا حافظها ولا هي قلنا تشوف. زلزلة. بسم الله الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ جذر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يرى. شكرا شكرا. كيف اسمك ولي؟ كيف اسمك؟ لا 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 قارها قارها جاي حافظ نتايا. قلنا كيفاش يسموك الاول؟ نتعرفوا عليك يا صاحبي. اسمك اسمك؟ اسمي وليد. وليد تقرا في المدرسة معنا؟ تقرا في المدرسة تاع كم سنة؟ مستوى؟ دو. مستوى الثاني؟ ثانية. مستوى الثاني، السنة الثانية. راك حافظ حاجة باغي تقولها لنا؟ هيا روح تشوف. صوتي. بصح ارفع صوتك شوية. أوت فوا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض قال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. شكرا أخو وليد. شكرا وليد. كي تكبر وكل شيء باغي تخرج؟ شيء باغي تولي؟ شاك باغي تولي هكا؟ تولي كيما بابا؟ ولا خير من بابا؟ طبيب، بوليسي، على بالك، مازال ما فكرتش، قول لي كيفاش تسموك؟ اسمك؟ آدم؟ الله يبارك، آدم أنت ما تقراش معنا في المدرسة، شا عندك من عام؟ 4. عندك 4 سنين؟ كبير انت يا على بالك. ادم كي تكبر وكل شك باغي تولي؟ كي تكبر هكا شك باغي تخدم؟ يا واري قول له عمو مصطفى واش نقرا؟ ها راك تقرا بعدا؟ راك تقرا؟ راك تقرا العربية؟ وين تقرا العربية انت؟ تاريك اونجلي وتاريك فرنسي. عربية وانجلي وفرنسي وانت عندك 4 سنين. علاش راك تقراهم كاع؟ علاش بابا قال لك ولا ماماك ولا انت بغيت؟ بابا اللي راه بابا قال لك. وعلاش تقرا فيهم؟ علاش؟ هي صح. قرا لي تشوف. قرا لي تشوف. قرا لي حاجه بالعربيه تعرفها.
يقرا لي بالعربيه حاجه. الحمد لله يقول هو الله كل دوب ربي فاك مشاني ما خاك مشاني حسيتي دوقف مشاني نفسي في العقد مشاني حسيتي نيت حسن صدق الله واو طب قولي حاجة تبصي دروك بلونجلي بلونجلي صح قولنا حاجة بالقبائل يضرب هيا زوفلا ونية هيا درجت شوية سقبائل هيا زوفلا ون سطح سطح طاوص حاجة كم نهار ناس الزوفلا ون كيفاش يسموك؟ سارة سارة شا عندك من عام؟ ويتان 8 سنين تقري في المدرسة تاع اللغة العربية تاع السيسية؟ كم سنة؟ مستوى؟ 3 مستوى الثالث وتقري مليح لاباس؟ عندك صحاباتك؟ شحال من وحدة؟ كله ايش تنجمي تقولي صحاباتك وكل شي راكي يعلموا باش؟ عجبتك الرحلة هذه؟ هذه أول مرة تجي هنا ولا مولفة؟ هذه لا دوزيام فوا مي هذه أول مرة مع المركز وكل شكرا قبل ما نكمل معك كي تكبري وتولي مرا وكل شكي بغي تخرجي شكي بغي تولي كي تكبر طبيبة إن شاء الله شكرا كيفاش يسموه قلت لي اسمي سيدي علي أيوة تقرأ العربية في المدرسة نيفو 2 وتقرأ مليح تتبع مليح بصح قالوا لنا بلي انت شويه فوضوي بصح ما ديرش الفوضى شويه بصح نتعلم الحروف شويه ايوه نتعلم وين شي حاجه تعلمتها هكا في العربيه صوت الزلزال صوت الزلزال قالك محافظينها ايوه واش ثاني قلنا صوره واحده اخرى فوق الزلزال ولا نيفو 2 جا زلزال نيفو 1 ايوا جا بي دوت صورات قلنا مثلا صوره واحده هكا صغيره تعرف راك حافظها كي نحفظ ما نعرفش كيفاش اسمها معليش معليش قولها انت والعصر ان الانسان على في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ممتاز قولي كيفاش قلتي سموك رامي سيدي علي سيدي علي كي تكبر وكلش تولي كيما بابا شك باغي تخرج طبيب علاش بغيت تخرج طبيب باسكو جو مسا بالميديسين جو نيت سو واني ديجا تري بيان وبابا كرم تهلي فيك شويه سيدي علي واش بابا كرم تهلي فيك بابا كيهضر معك بالعربيه في الدار ولا بالفرنساويه فرنسية شوية بالعربية وماماك باش تهضر معك بالفرنساوية ولا بالعربية؟ بالعربية بصح كون تيزي تهضر معايا بالفرنسية وأنت شنو تفضل يهضروا معك بالفرنساوية ولا بالعربية؟ واش؟ شنو تبغي؟ يهضروا معك بالفرنساوية ولا بالعربية؟ أنت شنو تحب؟ تحبهم يهضروا معك بالعربية ولا بالفرنساوية؟ ما نقدرش نزوج في زوج ما كاش مشكل شكرا سيدي علي ممكن تعرفوا عليك؟ انا رفيقه استاذه اللغه العربيه نيفو 1 مع سنتر كولتوريل الجزائري مركز ثقافي الجزائري اليوم خرجنا في خرجه عائليه مع الاطفال سكولاريزي في سنتر كولتوريل احنا حبينا نقربوا ما بين لي فامي تاعهم العائلات مع الاطفال اون ميم طون دونك هذه الخرجه سي سا رونتر دون لو بروغرام تاع مركز ثقافي حبينا باش العائلات يتقاربوا مع الاداره والاداره تقرب مع العائلات aussi سا بيرمي دو كونتاكتي لي جون aussi فوالا و تنجمي تقولي لنا كيفاش يعني الاقبال تاع الاولياء التلاميذ لا والله سا في بليزير جاوا بزاف لي بارون جابوا كاع الدراري تاعهم دونك اون سو سون اون فامي
خرجنا كوم اون غراند فامي دايوغ لا بروف انا نمشيو كاع كيف كيف في لو ميم جروب اون اي اون تران دو فوار افيك لي زونفون كاع كيف كيف الدراري راهم تقاربوا لي بارون راهم شغل متعارفوا مع بعضاهم اي تو دونك سيتي سا لو بوت تاعنا هنايا. شكرا استاذ. هاي سلامك. شكرا. ممكن تعرفوا عليك؟ يا خويا حميد يا خويا هادي كل 13 عام هنايا دوكا لا صورتي هادي والله عجبت لنا بزاف سيرتو هكذايا اون كومباني دو لا فامي فريمون سي اكسترودينار ان شاء الله تتعاود سو جور دو صورتي هكذايا سيرتو لا رونكونت هكذا مع لي فامي سي اكسترودينار ويا خويا نشكرو ثاني السونت كولتورال على هاد الانيشيتيف هادي وان شاء الله تعاود بزاف فوا هذا واش نقول. شكرا. السلام عليكم. السلام. ممكن تعرف عليك مدام؟ بعد السلام عليكم فاطمة الزهراء مغربية والبنت ديالي كتقرا مع السونتر كولتورال الجزائريان وداروا هذه الانيسياتيف صراحة الله خلونا نخرجوا شوية من ديك القوقعة والدار والدراري تو خرجنا الدراري وفريمون سيتي كول بور لي زونفون عجبنا هادشي بزاف وغندوزو ان شاء الله نهار مزيان معكم. هادي اول خرجه تخرجي مع لو سونتر كولتورال الجزائريان مع ليكول؟ وي اول مره. وعجباتك شويه؟ بيان سور عجبتني بزاف يعني داروا فينا خير. اولا شفنا ناس اخرين تعرفنا عليهم وشفناهم وشفنا واحد البلاصه بالنسبه لي سي لا بروميير فوا بنتي ديجا جايه ومعاوده مي بالنسبه لي سي لا بروميير فوا وسيتي فريمون مزيان. شكرا مدام. لا شكرا. ممكن تعرفوا عليك؟ عبد الناصر حوسني. عبد الناصر حوسني عندك الولد تاعك يقرا في المدرسه تاعك؟ عندي وليد في عمو 7 سنين في العام الثاني هو يقرا في المدرسه. كيفاش تشوف هذه الخرجه هذه تاع المدرسه مع التلاميذ ومع الاولياء؟ والله واحد المناسبه يعني عيد كيف يعني سي اون بيل اوكازيون جوستومون بور رونكونتري لي بارون اي بور رونكونتري لي زوتر زونفون هي سامي بيرمي ان بيتي سكونات في نحكي مع بعضنا بالعربيه ونتكلمش سيتو الاولاد يتلاقاو الاولاد الاخرين يلقاو معاهم سي فريمون اون بيل انيسياتيف ميرسي لاسوسيام. كيفاش راك تشوف زعما التلاميذ كيفاش راهم يشوفوا هذه الخرجه هذه كيفاش راك تشوف فيهم انت يا هل ترى كاين ناس تعرفت بهم في هذه الخرجه هذه؟ وي يعني من الاولاد والاولياء تاعهم كنت ما نعرفهمش تعرفت بهم هيا سيتو الاولاد صغار يحكيو مع بعضهم ولا يعرف كيف سامبليزيا في هذه الساعه بالعربيه ساعه بالفرنسيه ولا يعرف كيف. شنو تنجم تقول لي ريسبونسابل ولا المسؤولين لي بينيفول على ليكول تاع العربيه لي زونسينيون لادمينستراسيون شنو تنجم تقول لهم؟ والله المستوى يعني على كيف سيرتو سون دي بينيفول اللي يمدوا دي كوبي دي بونس لاختان والله جو لاختيغ شابو بي مع الولاد تاعنا حنا ان تي بو فريفول انا كي نجي ديما سون في بار ان بو مي كام والله جو لاختيغ شابو فرانشمون جو لاختيغ شابو بي ميرسي ا فوتوس بي بون كوراج كونتيني يعطيك الصحة. مساء الخير. مساء الخير. عمر بالعربي افيك ما في ميا اون اي كونتون دو سو روتروفي افيك la communauté et dans le cadre des activités du CCA. Donc très bonne initiative, bravo l'équipe, merci. Madame moi j'ai parlé en français, toi tu parles en arabe. Vas-y. Vas-y. Bonjour, je suis heureuse de participer avec le CCA, avec le Centre culturel algérien. Pour ma fille Mia, j'aime beaucoup ce que vous avez organisé. Je suis contente de tous les nouveaux projets pour aider à la communauté et à ceux qui veulent apprendre au niveau de la communauté algérienne. Merci beaucoup à toute l'équipe. Très bien. Est-ce qu'on peut parler avec Mia, c'est ça? C'est quoi votre nom? Mia. Mia, quel âge avez-vous? 7 ans. 7 ans. Alors, comment voyez-vous cette sortie? Est-ce qu'elle est bien, pas bien, etc.? Elle est bien, parce que il y a de la nature, comme si on était dans la nature. Ok. Dis quelque chose en arabe. Bassilama. Allez, Mia.
un seul mot en arabe. Juste pour finir, tu dis best. Pour finir, oui. Lequel parfois, les Lias Sourabia, من Laval. Laval. J'ai été avec ولدك هنا مع المدرسة وكل شيء. Oui, j'ai été مع زوج بنيات ومدام. الله يبارك. وكيفاش راك تشوف هذه الخرجة هذه وهذا حاجة مليحة مع les gens, مع les gens de la communauté, c'est très bien. Et puis ça fait plaisir, les enfants ils tapent sur les animaux, sur les biodomes, sur les... C'est ça. صح تنجم تقول لنا شي الحاجه اللي عجبتك والحاجه اللي ما عجبتكش كاين غير الحوايج اللي عجبونا في فرواد اوروب دونك حنا اوني دون ان اندرو تروبيكال سي بيان لي انفون ايز ابران دي شوز اي بي اون في كونيسونس افيك لي جون لا كوميونيتي بس تري بيان شكرا الله يخليك السلام عليكم احمد قصريه صداك لافال مي دوريجين الجزائر كفكاير أعطيتني الصحة أصحاب السيعة خدمنا قرانا رشنا العرب أون بليس ديزاكتيفيتي شيت نياغارا ودنا لي صورتين كان رنا عنا لا صورتين يعطيكم الصحة صحيح صح بغيناك تقول حاجة لي بينيفول تاع ليكول تاع العربية اللي قروا ولادكم ولادميستراسيون تاع ليكول كيفاش يعني قول لهم حاجة اسكو حاجة مليحة اللي داروا هاد الرحلة وحاجة ماشي مليحة قولوا يعني بكل حرية والله العظيم الحاجة خدمنا كي الحاجة لهنا طاس طاس وتعجبهم مليح وراش داغن وكني اتسعوني فورماسيون ليكول انفورماسيون براتيك دبرا اتزرد سوى المسل ساعتكم الصحة يعطيك الصحة تترجم لنا شيء اكني وما سي سير الجروب منكم الا لا ريسبونسابل ليست قبيلي تقبيلي اكون دي ترجم اكي است ميساج اوريجينال انا معليش عاود قول انت خاطر كاين بزاف اللي ما يفهمش القبيليه ولا هذه سي هو انت أنا أشكر لكوميونيتي لي بينيفول اللي يخدموا في سي سي ا بارك الله فيهم صح أنا نسيت أشكركم شخصي وحاجة مليحة اللي راهم يعلموا لهم العربية ويعلموا لهم لي زوريجين تاعنا التقاليد تاعنا وأون بليس دو سا راهم يورجو لهم دي شوز على الإكستيريور يقولوا لهم دي شوز على الإكستيريور من ليكول كيما هاد لاكتيفيتي في البيودوم ولا في لي زيستيسيون اللي يديروا في الصيف بارك الله فيهم أنا نسيت ما ذكرتش لي بينيفول يعطيهم الصحة توس إي لي زونسينيون إي لادمينستراسيون بارك الله فيهم شكرا